أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبقى معكم متابعين للفعاليات التي تشهدها مدينة نيويورك في إطار الدورة 74 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتأكيد من الأمور اللافتة كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة التنمية المستدامة، ودوما تأكيد من قبل القيادة المصرية على أهمية السير بخطى متسارعة لتفعيل الأطر والقيام بالجهود اللازمة لتحقيق تطلعاتنا بالنسبة للتنمية المستدامة وأهمية العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف المنشودة، بالإضافة للكثير من المحاور المهمة التي شدد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته. نتابع الكلمة ونعود لحضراتكم لقراءة تحليلية في كثير من المقاربات الشاملة التي دوما تحرص القيادة المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التشارك مع القوى الدولية لتحقيق تطلعاتنا من أجل أن يكون هناك المستقبل الواعد الذي نحلم به جميعا على مستوى العالم. نتابع كلمة السيد الرئيس. السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم لتبادل وجهات النظر بعد مرور 4 سنوات على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، التي تعد إحدى أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولي والتنموي وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف. فلا شك أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة ساهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوما بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك وأهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على المستويات كافة. ومن هذا المنطلق تتطلب جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التحرك في المحاور التالية: الأول، البناء على الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد لبلوغ غايتها وفقا للأولويات الوطنية للدول. الثاني، مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم من خلال تهيئة مناخ دولي موات ومحفز لتدفق الموارد اللازمة على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون مشروطيات سياسية أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الثالث، سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم القدرات البشرية وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين أركان العملية التنموية كافة. السيد الرئيس، اتساقا مع ما تقدم، فقد وضعت مصر محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططا وطنية تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل. وتستهدف تلك الجهود توفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب جنبا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطا أساسيا لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر، كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية وفي مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ. السيد الرئيس، مثلما توافقنا على المستوى الدولي على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارتنا الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التي تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة إفريقيا 2063، ولا شك أن للمجتمع الدولي مصلحة في دعم الإطار التنموي
ليس فقط بدافع التضامن ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية في إفريقيا على الاقتصاد العالمي ككل وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة. Thank you. بالفعل، وكما تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض حديثه، مصر حرصت على أن تضع محور التنمية المستدامة على رأس قائمة أولوياتها الوطنية، وذلك بيترجم من خلال الكثير من الممارسات التي حرصت مصر على انتهاجها في الفترة الماضية، بالتأكيد بكافة الأشكال بتمثل نموذجا يسترشد به عندما تتحدث القيادة المصرية أمام هذا ملتقى في إطار الدورة 74 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. نتواصل للمزيد من المتابعة حول كثير من المحاور التي أكد على أهميتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة المليئة بالتحديات المتعاظمة. وينضم إلي عبر الهاتف دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عمرو، تحية لحضرتك، أهلا بك يا فندم. اهلا، مساء الخير، ومساء الخير على كل مشاهدي القنوات المصريه، اهلا بك. مساء الخير دكتور عمرو. يعني بالتاكيد كثير من الاجراءات اللي بنتوقف عندها اللي بذلتها مصر في الفتره الاخيره في سبيل الاصلاحات الاقتصاديه الماضيه قدما، واللي دوما بيحرص الرئيس السيسي ان هو يعرف بها وبطبيعه ما يجري في مصر في الوقت الراهن حتى يسترشد بها ويكون في دروس مستفاده بالفعل. كيف يتكرس ذلك من خلال كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قيادة التنمية المستدامة؟ هو الحقيقة كلمة متوازنة وبتلخص نموذج الإصلاح الاقتصادي والتنموي اللي مصر شغالة فيه خلال الخمس سنين الماضية. ولما السيد الرئيس تكلم على التنمية المستدامة حط الثلاث حلقات قدام بعض في هذا الحديث، الحلقة الاقتصادية أو المحيط الاقتصادي والمحيط الاجتماعي والاهتمام بالبيئة والتنمية البشريه. ويمكن انا بقول نموذج مصري لان لنا ان نفتخر، والسيد الرئيس يفتخر ومصر تفتخر، ويعرض هذا في كثير من المحافل الدوليه. والسيد الرئيس النهارده بيعرض هذا النموذج مره اخرى للتنميه المستدامه. انا بقول نموذج لان مصر حققت نموذج جيد جدا في الانطلاق الاقتصادي وفي التنميه المستدامه، مش بس في عمليه الاصلاح الاقتصادي، لكن عمليه الاصلاح الاقتصادي كان، وده اللي قاله ما بين سطور السيد الرئيس، ان الاصلاح الاقتصادي كان مقترن بإصلاح تشريعي ومظلة اجتماعية مع الاهتمام بالتنمية البشرية والتعليم والصحة والحياة. ده النموذج اللي كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية بيراهنوا على أنه لن ينجح، لكن مصر قدرت أنها تحقق هذا النموذج. وفعلا بقول بقى النموذج على المستوى الدولي، وده اللي شرحه السيد الرئيس النهاردة مع الحديث عن أجندة أفريقيا 2063. طيب دكتور عمرو، رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 إلى أي مدى تتسق بشكل كبير مع تطلعات العالمية وأجندة التنمية المستدامة على المستوى الدولي؟ شوف حضرتك، احنا لما بنعمل أي استراتيجية وطنية دايما الاستراتيجية الوطنية بتبقى على ثلاث مراحل. بناخد الأجندة المصرية، ثم الأجندة الإقليمية، ثم الأجندة الدولية. وفي كثير من الأجندات أو المبادرات اللي احنا اشتغلنا عليها في مصر دايما بتاخد مظله دوليه علشان نقدر نقول ان احنا حققنا 1 2 3 في الاهداف الالفيه او الاهداف التنمويه الدوليه. وده نجاح اضافي ان انا اقول ان انا مش شغال فقط على برنامج وطني او برنامج محلي او برنامج اقليمي، لا، انا شغال كمان على مؤشرات دوليه انا قدرت احققها واقدر اصل اليها، زي مؤشرات التنافسيه وزي مؤشرات التنميه المستدامه وزي مؤشرات التنميه البشريه اللي مصر قفز، او الناتج المحلي، نمو الناتج المحلي على سبيل المثال على المستوى الاقتصادي، او المظلات الاجتماعيه، او تحسين الصحه والتعليم، ان انا وصلت في الاجنده الوطنيه بتاعتي او المبادرات الوطنيه بتاعتي الى مؤشرات عالميه. وهو ده النجاح اللي مصر حققته واللي يعتبر فعلا نموذج على المستوى الدولي. من ضمن ما طالب به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اعمالا للتعهدات بان يكون في تكاتف دولي يرقى الى جسامه التحديات فيما يتعلق بالتنميه المستدامه اللي بنتكلم عنها، هي مضاعفه الجهود الراميه لتوفير التمويل اللازم من خلال تهيئه المناخ المواتي وتدفق الموارد اللازمه على نحو يتناسب مع مستوى الطموح. والحقيقه كان في جزئيه خاصه جدا
فكرة أن ده يحصل من دون مشروطية سياسية أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كيف تنظر إلى هذه الدلالة؟ مصر كانت محرك رئيسي في 2063 اللي هي الأجندة الأفريقية للتنمية اللي بتقوم أساساً على استغلال الموارد الطبيعية لأفريقيا في عملية التنمية. وهذه الأجندة وهذه الرؤية اللي كانت يعني الحقيقة كنا محتاجينها في أفريقيا لسنوات، لكن القيادة المصرية للاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية والآليات الأفريقية حالياً برئاسة مصر قدرت أنها تحط هذه الأجندة موضع التنفيذ. وهذه الأجندة بتعتمد زي ما حضرتك قلتي على استغلال الموارد اللي موجودة والدعم الفني وتقديم المشورة والخبرة. يعني شفنا السيد الرئيس في تيكاد 7 في اليابان، الهدف الرئيسي هو تقديم المشورة والدعم الفني وتطوير البنية التحتية وليس برامج المنح والمعونات والقروض. انتهت هذه الفلسفة. ومصر يمكن يعني أنا كنت فترة مستشار وزير بيئة واشتغلنا مع بعض الوزراء. مصر من فترة طويلة بتطبق هذه الفكرة اللي نادينا بيها في أفريقيا، أنها تكون عندنا دعم فني تكنيكال أسيستنس وتقديم مشورة واستخدام الموارد اللي موجودة دون الاعتماد على القروض أو البرامج الأجنبية أو الدعم النقدي. كان في نظرة متوازنة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجندة الدولية للتنمية المستدامة ما بين ما تحقق بالفعل على أرض الواقع وما يبقى ليمثل تحديات بشكل أو بآخر. وسيد الرئيس في كلماته يعني أشاد بالجهد المبذول وقال أن بالفعل السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة ساهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات جديدة. يعني السؤال، بعد 4 سنوات من اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، ما أبرز ما تتوقف عنده؟ هو الحقيقة في جهد كبير على مستوى البرامج الدعم الفني والطاقة البديلة و مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوافق البيئي وبالذات موضوع الصناعة وتخفيض الانبعاثات ومعالجة النفايات أو المخرجات الصلبة للمصانع أو حتى المخرجات البلدية الصلبة اللي موجودة في المدن. ولكن طبعا التحديات زي ما حضرتك قلت كبيرة جدا، لأن كثير من الدول وبالذات الدول المتقدمة الولايات المتحدة على سبيل المثال نموذج لازم نقوله لا تتوافق مع هذه الأجندة العالمية، أو بعض الدول الأوروبية اللي مش بتقدم دعم كافي على المستوى الدولي لا للدول الجنوب ولا حتى لتخفيض الانبعاثات على مستوى العالم. فيمكن التحدي الرئيسي أن المجتمع الدولي أو الأسرة الدولية أنها تتكاتف وبالذات الدول المتقدمة أنها تعمل تو هومورك أو واجبين، أنها تحد من الانبعاثات وتقدر تخفض هذه الانبعاثات، وفي نفس الوقت أنها تقدم برامج دعم فني وتساعد الدول الأفريقية أو الدول النامية على أنها تنمو كلين أو زي ما بيقول تنمو بتوافق بيئي أو بحفاظ على الموارد الطبيعية. لأن هنوصل في وقت من الأوقات لا يكون في تنمية ولا يكون في موارد طبيعية إذا تم استنزاف الموارد بهذا الشكل من أجل الاقتصاد ومن أجل الصناعة. فيمكن التحدي الرئيسي أن تتكاتف الدول وبالذات الدول المتقدمة اللي عندها الخبرة واللي خدت وقت طويل عشان تنمو باستنزاف الموارد الطبيعية أنها تلتزم بمسألتها الأخلاقية تجاه دول الجنوب وتقدر أنها تساعد دول الجنوب على النمو بطريقة مستدامة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور عمرو ثمن الحراك اللي حصل بالفعل، لكن في ذات الوقت يعني كان في إشارة من سيادته إلى أنه ده لا يرقى إلى التطلعات وإلى حجم التحديات اللي بتواجه العالم. كان في تأكيد من قبله على أهمية إقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات وفكرة الالتزام السياسي. كيف تتوقف عنها؟ زي ما حضرتك قلتي التحديات كبيره، ارتفاع درجه الحراره على مستوى العالم خلال 50 سنه اللي جايه من 4 درجات لـ6 درجات، من 4 درجات لـ6 درجات، طبعا دي كارثه. الدول المتقدمه زي ما انا قلت اوروبا والولايات المتحده بتقدم رجل وتاخر رجل، يعني تتعهد وتقدم يعني التزامات ولكن لا توفي بهذه الالتزامات. وشفناها كثير من اول مؤتمر بالي او قمه بالي في الجي 7 قمة السبع الصناعية الكبار، إن يكون في قرارات أو بيانات سياسية ولكن للأسف عدد المبادرات أو الدعم الفني أو التمويل اللي الدول بتلتزم به حتى في المؤتمرات الدولية لا توفي به على مستوى العالم. وده جاي من الدول الحقيقة المتقدمة
وعشان كده السيد الرئيس ضمنيا طالب المجتمع الدولي ان يكون في مسؤوليه وان تتكاتف ويتكاتف المجتمع الدولي كاسره واحده، ان كلنا نعيش على هذا الكوكب والمسؤوليه مسؤوليه واحده. لما يحصل انفجار في تشيرنوبيل او اي كارثه في اي منطقه في العالم، غابات الامازون على سبيل المثال، احنا شفنا في الشهر الماضي ما حدث في غابات الامازون واثر على العالم بشكل كبير. الارث الطبيعي والارث الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا على هذا الكوكب احنا بنستنزفه، هنيجي يوم زي ما احنا بنقول هنلاقي لا في تنميه ولا في موارد طبيعيه. وبالتالي دعوه للسيد الرئيس بيطلقها واللي مصر هي صداقه فيها، لان مصر عندها رؤيه انسانيه نبع من حضارتها ومن ثقلها الثقافي والتاريخي والسياسي ودورها على المستوى العربي والدولي. ومصر عندها هذه الرؤيه وهذه اللفته الانسانيه دايما بتنادي بان يكون هناك تكاتف من الدول المتقدمه وان تلتزم الدول المتقدمه. انا قلت الولايات المتحده تلتزم بتعهداتها لان هي المتسبب الرئيسي في التغيرات المناخيه بالنشاط الصناعي وغيره. للاسف الدول الاكثر تضررا هي الدول الناميه. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. وبننوه أن أيضا نيويورك الحقيقة بتشهد حدث مهم جدا، نشهد حاليا مؤتمر صحفي كما نتابع مع حضراتكم لوزير الخارجية سامح شكري حول استرداد أو استعادة قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، هي كانت في الولايات المتحدة وتم استعادتها. وفعاليات المؤتمر الصحفي جارية حاليا بحضور بالتأكيد وزير الخارجية سامح شكري والمدعي العام الأمريكي ونخبة من الشخصيات البارزة في هذا المجال الأثري. وبالتأكيد يعني هذا الحدث على قدر كبير جدا من الأهمية، محور مهم يطرح بقوة في إطار المحاور الرئيسية الأخرى اللي بتتكرس خلال فعاليات قمة التنمية المستدامة وفعاليات أخرى تشهدها نيويورك في إطار دورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. يبقى معنا وحيتواصل معنا عبر الهاتف هذه المرة الدكتور محمد الشواتفي عميد كلية تجارة بجامعة الزقازيق سابقا والخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أبرز الرسائل اللي نجح في إيصالها كالمعتاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة التنمية المستدامة بنيويورك. الرئيس الحقيقة النهاردة في كلمته كان وصل مجموعة من الرسائل قوية جدا، أن مصر عندما أخذت مشروع أو الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية هذا المشروع كان ناجح وحقق أهداف الموجودة والمستهدفة. الجزئية الثانية أنه حمل التنمية المستدامة لأفريقيا، وان التنميه المستدامه وهو مسؤوليته ما تبقاش مصر بس، بل باعتبار رئيس المنظمه الافريقيه دلوقتي او الوحده الافريقيه هو يكون مسؤول. الحاجه الثالثه ان التنميه المستدامه هي مسؤوليه اجيال، ومسؤوليتنا هي تحقيق الاجيال المستقبليه، وان التنميه المستدامه في مصر قامت على اساس ثقافه مصريه وموارد مصريه حقيقيه 100%. وهذا يؤكد من جهه اخرى ان التنميه لا يصعب تحقيقها إذا قامت على معايير موضوعية وأساسية في الدولة المصرية. الحقيقة استطاع الرئيس النهاردة أن يسوق مشروع مصر الاقتصادي ويسوق الخطة التنموية في مصر، واستطاع أيضا بكفاءة عالية أن يقنع العالم بأن التجربة الاقتصادية المصرية بشهادة المؤسسات الدولية حققت ما كان مستهدفا بل أكثر مما كنا نتوقعه، وأن ما جاء في هذا النجاح لم تؤكده مؤسسات مصرية بل أكدته مؤسسات دولية. وهذا يؤكد أن التجربة المصرية عندما تمت من خلال من نوفمبر 16 للنهاردة كانت مبنية على أسس موضوعية. ليه بقى؟ لأنها قامت على مجموعة من المحاور كان أهمها النمو الاقتصادي. وحضرتك تعلمي والمشاهد الكريم يعلم أن النمو الاقتصادي في 2013 كان أقل من معدل نمو السكان، فكان هناك فقر، نسبة الفقر زادت بشكل كبير جدا، وتدهورت كل المؤشرات الاقتصادية كانت متدهورة قبل ما يكون الإصلاح الاقتصادي. قبل ما يتم الإصلاح الاقتصادي. النهاردة جميع المؤشرات إيجابية ومحققة ما كان مستهدفا وبشهادات دولية. الجزئية الثانية أنها كانت قايمة على التنمية المستدامة من خلال مجموعة محاور إصلاح التعليم وإصلاح الصحة
وإصلاح وتغيير ثقافات المواطن وقوانين العمل اللي موجودة في داخل الدولة المصرية. ده مش كده وبس، الحقيقة كمان كان هناك استراتيجيات للتحكم في الإنفاق العام بتاع الدولة، وهناك إصلاح في السياسات المالية والضريبية للدولة اللي من خلاله استطاع أن يجذب عدد كبير جدا أو كمية كبيرة جدا من الأموال الاستثمار الأجنبي. بهذه الحالة استطاعت أن تحقق أو تحقق التنمية اللي كانت موجودة. الحقيقة طبعا استطاع كمان الرئيس من خلال الإشارات الموجودة في هذا الخطاب أن مصر تستطيع أن تستوعب مشروعات كبيرة، وأن لديها فرص استثمارية واعدة، وأن الاستثمار المصري واعد، وأن مصر كتجربة اقتصادية رائدة إفريقية عربية في هذه المنطقة يمكنها أن تقدم للعالم رسالة سلام ورسالة اقتصاد. طب دكتور محمد، فكرة أن إفريقيا تكون شريك على قدر المساواة في المنظومة الاقتصادية العالمية، وتجديد لأكثر من مرة لسيد الرئيس السيسي على تدعيم الملكية الوطنية وتنفيذ سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية لرفع قدرات الدول على النهوض، فكرة كفاءة وزيادة كفاءة المؤسسات الوطنية هي واحدة من التطلعات، ورئيس لا يأله جهدا في الدق بقوة على هذا المحور. كيف تنظر إلى ذلك؟ أفريقيا ظلمت خلال القرون الماضية، وبالتالي من حقها اليوم أن تكون لها دور ورؤية في الاقتصاد الوطني، ولا سيما أنها تمتلك أكثر من 70% من موارد الاقتصاد العالمي، الموارد الطبيعية، فضلا عن ذلك أنها تمتلك أكثر من مليار وسوق نسمة، وتمتلك كمان سوق متسعة. إذن في هذه الحالة العالم اليوم ينظر إلى أفريقيا باعتبارها منطقة بكر، وبالتالي الصناعات يمكن أن تكون في هذه الحالة. إذن ما يستطيع ما أراد الرئيس أن يوصله اليوم، لابد من تأكيد الهوية الوطنية الإفريقية في كل منتج، ولابد أن يكون هناك تأكيد هوية وطنية لكل دولة حسب المزايا النسبية الموجودة في الدول الإفريقية. كان اليوم النهاردة الرئيس سفيرا فوق العادة للدول الإفريقية لتسويق مشروعاتها الاستثمارية إلى العالم، لأن أمريكا أفريقيا اليوم هي مستقبل العالم في الصناعة، ومستقبل العالم في الزراعة، ومستقبل العالم في التجارة. هذه منطقة كبيرة، هذه منطقة لم تأخذ حقها في التنمية، وبالتالي تنمية أفريقيا وبخاصة من جوارها من أوروبا وقربها من أوروبا تستطيع في هذه الحالة أن يتم تكامل أوروبي أفريقي. في هذه الحالة تستطيع العالم أن يستفيد بهذا الناتج، ومن ثم وهنا تأتي أهمية إعلاء منطق المصلحة المشتركة، فكرة أن مش يد عليا تعطي الدعم اليد السفلى ممثلة في القارة السمراء، مصلحة واحدة. التعاون والمشاركة بين الدول وبين الاقتصاديات هي استراتيجية تنموية تستهدف النفع للجميع، اكسب وانا اكسب. اذا في هذه الحالة افريقيا اليوم جميع الدول الكبرى وجميع الاقتصادات الكبرى اليوم تذهب الى افريقيا لكي تتعامل مع هذا الوضع. معطيات التنمية كيف تتضح بعد يعني هذه التجربة، تحديدا بعد مرور 4 سنوات على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، مضي مصر قدما في أجندتها الخاصة بها للتنمية المستدامة على المستوى الأفريقي والمستوى هي المصر. فكرة تكريس أن المستوى المحلي ليس بمنأى عن المستوى الإفريقي ويلقي بظلاله أيضا على المشهد الدولي. حضرتك يا فندم دلوقتي مصر النهاردة لما ناخد بالمعايير بتاعتنا، احنا الحمد لله اقتصاد الوطن النهاردة حدث فيه نمو وتقدم على المستوى الكلي في كافة المؤشرات، سواء التضخم، سواء البطالة، سواء معدل الواردات، الصادرات، كل هذه العوامل. وأيضا الاندماج الأفريقي اليوم في الاقتصاد العالمي وتدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية العالمية إلى أفريقيا اليوم، والتعاون بين المشروعات والشركات متعددة الجنسية في الدول الأفريقية يفوق أكثر من 3 مرات عما كان في العقد السابق. إذن في هذه الحالة هناك تناغم ما بين السياسات الاقتصادية، والمطلوب هو التعاون والاندماج ما بين الاقتصاد الأفريقي والاقتصاد العالمي، وكذلك تدفق بالنسبة على مستوى مصر. هناك تدفقات من الاستثمارات الأجنبية كبيرة جدا حدثت في العامين الماضيين، وهناك عدد كبير من المشروعات موجودة في دول مصر النهاردة. إذن ما تم من خلال الإصلاح مصري في السياسة المصرية النهاردة نجني
منه الكثير، وهذا ليس بشهادة مؤسسة مصرية، المؤسسات الدولية تؤكد أن مصر نجحت وأن نجاحها قد عاد عليها. وهناك مؤشرات أظن في الاقتصاد، أرقام ومؤشرات، الاقتصاد مش حكايات، أرقام المؤشرات بتقول لي إن أنا زدت دلوقتي بقيت 6% معدل نمو بعد ما كنت 2.2 سنة 13-14. بقى النهاردة معدل الفائض الاحتياطي النقدي بتاعي 46 بعد ما كنت 14. معدل التضخم النهاردة 6.7 أو 7% بعد ما كنت 62%. إذن في هذه الحالة مؤشرات بتقول لي أهي، مش أنا اللي قلتها، الاقتصاد، المؤسسات الدولية. وهذا يؤكد أن النهاردة مصر تقود نجاح اقتصادي، وأيضا في فترة السنة بتاعتها اللي هي موجودة السنة دي باعتبارها باسم الاتحاد الإفريقي، هي النهاردة أيضا تسوق مشروعات أفريقيا إلى العالم، وتحدثت عن أفريقيا بشكل فاعل، وتكتب التاريخ أن في هذا العام استطاعت مصر أن تحول وجهة العالم الاستثمارية إلى أفريقيا، وأن تسوق أفريقيا إلى العالم ليحبس العالم وينعم بتنمية مستدامة، اللي هو إيه؟ حق الأجيال القادمة في أن تعيش وأن تستمتع بالحياة، وحق الجيل الحالي في أن يشبع رغبته. والأجيال نفسها هي اللي هتسهم في قيادة عجلة هذه التنمية المستدامة، لأن أكيد التنمية لن تتحقق بمنأى عن التنمية البشرية. بناء الإنسان الإفريقي، بناء الإنسان المصري، يعني الحقيقة يعني كيف تدلو مصر بدلوها في هذا السياق، بالإشارة إلى الحراك المصري، رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ومبادرة 100 مليون صحة أن تمتد إلى الإخوة الأفارقة، دلالة ده بالنسبة لحضرتك. الحقيقة مصر كانت برضو رائدة في السنتين الماضيتين في العلاج الصحي والمنظومة الصحية، وحضرتك 100 مليون والمرأة وغيره، كل هذه العوامل كده. لكن أيضا هناك تجربة رائدة للتعليم تقوم بها مصر مع اللي هو موجود، وهو هناك خطة لتطوير التعليم والتعليم الإلكتروني، واليوم تعمل مصر على الجامعة الذكية وإدخال الإلكتروني التعليم عن بعد، كل ذلك لخدمة التعليم وخدمة الإنسان المصري دي، باعتبار أن الإنسان هو محور التنمية، وبالتالي تدريبه وتسخيفه وعلاجه، كل هذه العوامل لم تكن بعيدة. والدليل على ذلك حجم المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنتين الماضيتين، ويكفي المشروع القومي للتعليم حتى وإن كان هناك مجموعة من المعوقات تواجه هذا المشروع، إلا أنه هو مشروع المستقبل ولا يمكن أن تتخلى عنه مصر. مصر اليوم تتحدث عن التعليم بلغة الغد. نعترف أن إمكانات الدولة في التعليم وفقا لعدد السكان إمكانات ليست كبيرة، لكنها في ضوء الموارد المحدودة تستطيع النهاردة، ونقارن النهاردة بين الجامعات المصرية في النهاردة عدد البحوث وعدد الاعترافات العالمية بالجامعات المصرية والخمس سنين اللي فاتت أو العشر سنين اللي فاتت. اسمح لي أختتم بجملة السيد الرئيس الختامية في معرض حديثه، لأنها معبرة بحق، إن المجتمع الدولي له مصلحة في دعم هذا الإطار التنموي، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذلك بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية في أفريقيا على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى نجاح الرؤية الأممية لتحقيق التنمية المستدامة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد شواتفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق سابقا والخبير الاقتصادي. بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. أشكركم مشاهدينا الكرام، ونبقى متابعين معكم كثير من الأصداء الإيجابية لهذا الحدث، أو هذه الأحداث الإيجابية المتنوعة التي تشهدها نيويورك في إطار وعلى هامش الاجتماعات في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والدلو المصري، اللي بالتأكيد بيكون في الكثير من الوقفات الدلالية بالغة الأهمية في هذا السياق. نتابع بعد قليل ساعة إخبارية شاملة على شاشة قناة النيل الأخبار. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وألقاكم قريباً.